مشاكل البطالة، لكن معقولة صار لي 5 سنين متخرجة لا شغلة ولا عملة، يبحشوا لي مشي وظيفة من هالوظائف، شو بصير؟ أنا بدي أحكي عن الأسعار اللي عم تنط وتغلي غلي، العفا، راتب موظف، عم بيطعميه فلافل والعشرة الشهر بس. وعن شو بدك تحكي؟ عن تخفيض الأسعار ولا زيادة الرواتب؟ ما هي هي، بيعطوك إياها من هون بياخذوها من هون، بس سمعت لك هالمسؤول إنه شغلته واصلة كثير بحلها. لك قولتك ما تأخر المسؤول. لك الغايب عذره معه يا بعدين هاد مسؤول بده يتأخر. وانت شو مجهز طلبات من المسؤول؟ انا ما عندي طلبات شخصية، عندي طلبات عامة بس. يا عين عليك، وحييك من كل قلبي، دائما هيك حاطط هموم الناس على ظهرك ومشيان فيها. بس خلينا ننسق شوي منشان ما تفوت المواضيع ببعضها. والله معك حق، بس انا بدي احكي عن انقطاع الكهرباء. وانا عن شو بدك تحكي؟ وانا بدي احكي عن انقطاع الغاز، بالأزمة المتكررة للغاز. والله مصبر يا أخي، البطارية حقتني ما عم تشحن أبدا. لك كيف أنت تشحن إذا الكهرباء كل 7 بلمعة؟ مشكلة صار الفحص على الأبواب، كيف بدنا ننجح؟ يلا إن شاء الله هالمسؤول رح يحلها. إيه لازم يحلها، لأنه عم يقولوا شعبي واجتماعي لازم فيه. واضح واضح إنه شعبي، لكن اختياره لمكان الاجتماع. إيه إن شاء الله، إن شاء الله يا رب يحلها. يلا إن شاء الله. أحبائي، أعزائي، إخوتي المواطنون الأعزاء، أولاً أود أن أشكركم على تلبيتكم هذه الدعوة، ولكم يسرني أن أكون معكم وبينكم في هذه المأدبة، وأن أتناول معكم الفول وأخذ شكاويكم، ولكن بالمعقول. حفظني الله وحفظكم، رعاني الله ورعاكم، والآن أنا من هنا مستعد تماماً أن أخذ شكواكم. اتفضل اتفضل. يا سيدي يا سيدي، مشكلة المشاكل هي انقطاع الكهرباء، يعني ضمن التقنين في تقنين. يا ابني كله إلا الكهرباء، يعني هي مشكلة كبيرة ونعاني منها كلياتنا، بس ولا يهمك، طولوا بالكم علينا يعني منحلها، بس ما هلا ما هلا. اتفضل يا سعادة المسؤول.
الله يخليك طلبي الأخير والوحيد والأكيد. الله يخلي لك أولادك وأهلك وكل عائلتك. بس طلب صغير ووحيد، وهذا طلبي الأخير بالحياة. بدي وظيفة، تحشني بأي وظيفة وأنا بكون ممنونتك. إن شاء الله إن شاء الله، دحشك الله في الجنة أنت وإسوة بزملائك. إن شاء الله نحن قريبا في دراسة كبيرة وعامة حول دحش بعض الخريجين من الجامعات في الوظائف إن شاء الله. بس يعني طولوا بالكم علينا، يعني من حلة بس كمان ما حلة يعني ما حلة. أتفضل أتفضل. يا سيدنا شو من شان الغاز؟ مو معقول كل سنة نعيش نفس المشاكل من شان الغاز. يا ابني أما بالنسبة للغاز يعني هاي المشكلة شوي عملتنا بعض الإرباكات في اجتماعاتنا الدائرة من شان موضوع وتأمين الغاز لزميل الأخ الحبيب المواطن، ولكن واجهتنا بعض الصعوبات. ويعني بالكم طولوا علينا، يعني طولوا بالكم من حلة من حلة، بس يعني ما هلا ما هلا. عفوا تفضلي تفضل. استاذ الاسعار عم بتنط نط، والراتب يعني مكانك راوح. ايه والله رح نموت من الجوع. يعني ان شاء الله ان شاء الله ما بتموتوا من الجوع، ونحن مع بعض رح ناكل كلياتنا فول ان شاء الله. اختي الكريمه من شان موضوع الرواتب، يعني بتعرفي كل البلد يعني ليس كل البلد موظف صحيح، فاذا حلينا موضوع الرواتب ورفعنا الرواتب لن يتساوى الموظف والغير موظف، يعني يتساوون في الراتب. فهذا الموضوع يعني كان موضوع نقاش كبير وحسيس تجاه هذا الموضوع، وراح نحله ان شاء الله. بس انتم طولوا لبالكم علينا ونحن بنحلوا للموضوع، بس يعني مو هلا بهذا الوقت الحاضر. عفوا تفضلي تفضلي. يا سيادة المسؤول أنا بدي أحكي لك مشكلتي الشخصية، بس هي مشكلة عامة. أنا بيتي نزلت عليه قذيفة وأنا قاعدة بغرفة لحالي أنا وولادي، وقدمت شكوى للجهات المعنية وما حدا ما حدا رد علينا. يا سيادة المسؤول يعني قلبي معك، يعني نحن ك البحر مياد. بس شكرا شكرا. ان شاء الله يعني في القريب العاجل ان شاء الله هذا الموضوع سيكون بحث مستمر وحسيس من شان موضوع هاي القذيفة النكراء الخرقاء الصعباء في منزلك الشريف الكريم. غيره 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 غيره. كله فول. سيدنا لا تنسى عزيمة السمك على البحر. عفوا انا بعتذر منكم كثير كثير، لانه هلا الشباب عم يخبروني انا نسيان كثير موعد مهم جدا جدا مع اخوه مواطنين، وراح شوف لهم مشاكلهم وان شاء الله بنحلها. والان اعذروني ها، تفضلوا تابعوا اكل فول، تفضلوا تابعوا تابعوا. يلا الى اللقاء الى اللقاء. شكرا عفوا. عاقلة فوق جمعنا مسؤول
الليل ما